بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثالث في تعدادي أشواطي صباحي هذا اليوم. الشوط الثالث وهو الشوط الخاص بالحجائج الإبكار لفئة الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع البداية والانطلاق المتميز الحاضر والعنود اللي على الصدارة بشعار وتقدم محمد أو مانع بن يمعم الخميس الغويص من يتقدم بهذا الانطلاق، تليها مع المركز الثاني النادرة راشد بن سهيل بن علي بن سعيد الكتبي، أرى التقدم من الجانب الآخر والتسلل مع الظبي اللي تسللت مع المركز الثاني قنازل بن محمد بن خيرة العفاري. نتابع المركز الرابع وصول تسلل من يقين لأحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي، وعلى مستوى المركز الرابع أرى التقدم أيضا التسلل مع صالة لمبارك بن محمد بن قران المنصوري الدور دور المركز الخامس، وصول تقدم في هذه اللحظات تسلل واضح وباين من حاملة رقم 47 اللي هي سليمانية بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، ولكن القدوم الانطلاق القادم أيضا والتحديات مع طيف اللي تسللت مع المركز السادس لمبارك بن راشد بن حميد المنصوري. نتابع المركز السابع، نتابع الانطلاق القادم التحديات لعملولة للدودة بن سالم بالأسود العامري، ومع المركز الثامن المركز الثامن أرى التقدم الانطلاق اللي فتنا لأحمد بن عبد الله بن طير العامري. المركز التاسع المركز التاسع تصل النادرة راشد بن سهيل بن علي بن سعيد الكتبي، ومع المركز العاشر أرهني بيان القادمة بكل قوة سهيل بن سريم بالاسود العامري يقدم تحديات بيان مع المركز العاشر. هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه، ولكن ارى هناك ايضا اسامي وشعارات لم يحن دخولها الى عالم الاذاعه، نترقبها في اللحظات الاخيره وفي الامتار النهائيه. ولكن بنعود مع الصداره، مع التجمع الواضح، مع التحديات الباينه على مقدمة هذا الشوط وطيف اللي قادت المجموعة، ولكن من الجانب الآخر يقين أحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي يقود يقين إلى مقدمة هذا الشوط. وصلت مع المركز الثاني، نتابع العمالة اللي وصلت مع المركز الثاني المبارك بن محمد بن قران المنصوري، يقدم العمالة على مستوى المركز الثاني أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. الصدارة والمقدمة والتحديات ما شاء الله بدت مبكرا مع هذا التقدم. المركز الثالث الظبي لقنازل بن محمد بن خيرة العفاري، المركز الرابع تحديات بيان سهيل بن سريم بالاسود العامري، ومع المركز الخامس تحديات فتنه احمد بن عبد الله بالطير العامري. والاتجاه السليم، الاتجاه الصحيح الى خط النهايه، بانت المنصه بانت مع هذا الانطلاق المتميز، ولكن بالرغش على الصداره يقدم يقين بهذا الانطلاق احمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي، يتابع يقين التحديات مع العمالة مع المركز الثاني مبارك بن محمد بن قران المنصوري. ولكن أرى الوصول لفتنة أحمد بن عبد الله بالطير العامري، المركز الرابع ارصد لي مياسة حمد بن سالم بالعود العامري، ويقين تقود المجموعة ولكن التحديات ما شاء الله تبارك الله صدرت الأوامر، يقين صامدة التحديات لمياسة حمد بن سالم بالعود العامري. التحدي ولكن مياسة اللي قادت المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط.
الصدارة والبداية والمقدمة. خلك في الفورمة يا حمد يا بن سالم يا بن عود يا العامري، والسلامات لأهالي زاخر مع هذا التقدم المتميز. المركز الثاني يقين أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي. المركز الثالث، المركز الثالث جاءت فتنة لأحمد بن عبد الله بطير العامري. المركز الرابع وصول ايضا مخيره لسالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري. المركز الخامس جاءت شواهين بالشعار سالم بن حمد بن عبد الله العفاري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمه. 5:57 بالوفاء والتمام هو التوقيت مياسه. تهانينا لحمد بن سالم بن عود العامري والسلامات لاهالي زاخر. المركز الثاني يقين 5:57 ثلاث اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك يقين احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، قدمت عرض متميز بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. 5:58 وست أجزاء من الثانية اللي جاءت أيضا هي فتنة أحمد بن عبد الله بالطير العام.